أخيرة مفعمة بالمشاعر يواجهها مسيحي الأرض المقدسة إلى البابا بنديكتوس السادس عشر، رسالة من الأساقف الكاثوليك ودعوة من حارس الأرض المقدسة للصلاة على نية الحبر الأعظم وقداديس واحتفالات في الأماكن المقدسة. تابع الكثيرون اللقاء العام الأخير مع البابا في ساحة القديس بطرس ورحلته إلى قصر جوندولفو، وقدموا علامات المحبة والامتنان من الأرض التي أحبها البابا. في مزار بكاء الرب حيث بكى يسوع على مدينة القدس، بدأت مسيرة الحجاج في زمن الصوم تحت قيادة الرهبان لفرانسيسكا. أما عشية كل يوم سبت فيسهرون للصلاة في كنيسة القيامة. تقرير جديد حول المناهج الفلسطينية والإسرائيلية يبين كيف أن المنهجين يتجنبان تخطي الحدود، لكن كل واحد منهما يقدم رؤية أحادية الجانب لتاريخ شعبه. حالة استثنائية في أرض الصراعات هذه، مستشفى ألين في القدس يعالج الأطفال ذوي الإعاقة دون تمييز عرقي أو ديني.